السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بك. باهي توا كي باش نبدا نشوفوا دونك لي كا اللي ظهروا لنا فيهم لي فورم انديتيرميني، كيفاش نجمو نخرجوا ليميت في لي كا هذوما؟ أول حاجة دونك باش نشوفوا كيفاش نجمو نخرجوا ليميت دان بولينوم في الانفيني. واضح؟ باهي كي نحكوا على بولينوم دونك فونكسيون تتكتب كيما هكا، فور اكزامبل دونك اف دي اكس ايكال لا سوم دي اي اكس بيسونس اي، و اي فاري دونك دي زيرو ها اي. واضح؟ معناها ايجال ازيرو اكس بيسون زيرو ديس ا ان اكس بيسون ان حتىش لنوصل ا ان اكس بيسون ان. هذاش معناها بولينو. واضح؟ باهي اذا كان نخرجو هنيكات الليميت نتاع الفونكسيون اف كيما نعرفو، دونك الليميت دي اف في بليس لانفيني ايغال لي اكس كاري، دونك هذه باش تعطيني بليس لانفيني موان زيكس باش تعطيني موان لانفيني بليس ان. واضح؟ باهي نكتب بما ان عندي دونك بليس لانفيني موان لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني، دونك ما نجمش نخرج الليميت. واضح؟ باهي شنو الحل هنيكاتي؟ الحكايه لازمنا نعرفها هنيكاتي اللي اذا كان الفونكسيون اف يتم بولينوم، alors donc الليميت متاع الفونكسيون اف في الانفيني باش يكون ايجال الليميت متاع الترم لي بلو ديغري في الانفيني. واضح؟ اش معناها الترم لي بلو ديغري؟ معناها الترم اللي عنده اكبر بيسانس. اوكي، فور اكزامبل هني كاتي في الكام تاعنا دونك عندنا الفونكسيون اف دي اكس ايغال اكس كاري موان اكس بلس 1، الترم لي بلو ديغري هو الاكس كاري. واضح؟ دونك الليميت دي اف لورسك اكس تون فير بلس الانفيني باش يكون ايغال الليميت دي اكس كاري في بليس لانفيني. واضح؟ اللي باش يعطيني دونك بليس لانفيني. اوكي، نفس الحكايه اذا كان نحب نخرج الليميت في موال لانفيني. واضح؟ دونك الليميت دي اف في موال لانفيني ايغال الليميت دي اكس كاري لورسك اكس تنفر موال لانفيني، اللي باش يكون ايغال نفس الحكايه دونك بليس لانفيني. واضح؟ باهي نشوف اكزامبل اخر. فور اكزامبل هني كاتب باش ناخذ ان فونكسيون جي دي اكس ايغال اكس او كيب بس اكس او كاري موان اكس بلس 1. واضح؟ اللي هي نفس الفونكسيون دونك اف جست نكتي زد بي 6 او كيب. واضح؟ باهي نخرجو نكتي ليميت دو جي لورسك اكس تون فير بيس لانفيني والليميت في مو لانفيني. واضح؟ باش نطبقو نفس الحكاية دونك ليميت دو جي لورسك اكس تون فير بيس لانفيني ايغال الليميت نتاع الترم دونك لي بلو ديغري اللي هو اكس كيب. اوكي، لورسك اكس تنفير بليس لانفيني هذه باش تعطيني بليس لانفيني. واضح؟ باهي بالنسبة لليميت دونك في المو لانفيني ايغال دونك الليميت دي اكس كيب لورسك اكس تنفير مو لانفيني ايغال هنا كيت الليميت باش يكون مو لانفيني. واضح؟ علاش؟ على خاطر العبارة باش يكون عندي دونك موال لانفيني فو موال لانفيني او كاري. واضح؟ على خاطر الاكس و كيف نجم نكتبها كيما هكا دونك اكس و اكس و كاري. واضح؟ باهي هذه باش تعطيني موال لانفيني و موال لانفيني او كاري باش تعطيني بليس لانفيني.
مو الانفيني فوا بليس الانفيني دونك شفناها تعطينا مو الانفيني دونك كيما تفهمنا ديما اذا كان عندنا ان بولينوم دونك الليميت في الانفيني باش يكون ايكال الليميت نتاع الترم لي بلو ديغري واضح معناها الليميت نتاع الترم اللي عنده اكبر بويسونس دونك هذا كيفاش نخرج الليميت دا بولينوم في الانفيني اوكي باهي دونك ان شاء الله يكون كل شيء واضح نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.